السلام عليكم، مرحبا بكم معي في فيديو جديد. كنتمنى اموركم كامله تكون بخير وعلى خير. نتوما كتشوفوا الفيديو ديالي ديال اليوم، توحشكم بزاف بزاف، وليت كنحاول انني ما نغبرش عليكم. اليوم جيتكم فيديو زوين وغزال، انا متاكده غادي ينال الاعجاب ديالكم. كما كتشوفوا في العنوان ديال لا فيديو، غادي ندوي لكم على وصفه فعاله لاي وحده عندها القولون العصبي او عندها المصران او عندها الامساك. داوم عليها وتفكرني، لانها وصفه مجربه. كما غنقول لكم وغنعاود نقول لكم، كانت جدتي الله يرحمها كتستعملها، كانت كديرها لماما وخالاتي، وكذلك انا اختي مؤخرا دوزت عند طبيبه وهي اللي فكرتنا فيها. الصراحه الطبيبه قالت ليها انك تبعيها، راه مزيانه خصوصا اصحاب المصران اللي عندهم امساك وانتفاخ ديال المصران والقولون العصبي. المهم شنو بغيت نقول لكم، حاجه اخرى بالنسبه للناس اللي جداد، ما تنساوش الاشتراك في القناه والضغط على زر لايك الا عجبكم الفيديو بيان سور. ها انتم معايا باش تشوفوا المكونات ديال الوصفه ديالي، و نتلاقاو فيكم على ديال الفيديو. ما تبعبيوش، انا رجعت لكم باش نوريكم مكونات ديال الوصفه ديالنا. راها غزاله البنات، وعن تجربه كانت مسكينه جدتي الله يرحمها في هذا النهار، ديما كديرها لخالاتي وماما تفكرات مؤخرا. هي الصراحه ماشي ماما اللي تفكرتها، اختي مشات دوزات وقالتها لها الطبيبه، قالت ليها راه مزيانه لك المصران ديريها. وسبحان الله وي تفكرها ماما من قالتها لها، قالت لها راه ديجا زعما كانت كديرها جدة الله يرحمها. انا بغيت غير دعوه لي يجربها وغتنال الاعجاب ديالكم، لان عائلتي كلهم ولاو كيديروا هاد الديامات وكلهم كيترحموا على جد الله يرحمها ولا جدودي. اللي دارها كما قلت لكم وافقت ليه غير يدعى معانا. المهم هذه راه نخاله ديال القمح كما كتشوفوا، انا راه ديجا كانت مصايبه ليا ماما هنايا، وهذا وقريبة تسالي وهي غتصايب لي واحده اخرى حيت كتحمر. وقبل بعدا راه غربلتها، كتخلي كتحيد غير هذاك النخاله الغليظه، اما ما تبقى كله كتحمرو. غادي تحمرو بحال غادي تحمرو الدقيق ديال السلو. المهم انتم غتشوفوا معايا حتى الاخر الطريقه كيفاش. انا هنايا راه ديجا مغربلاه باش نقول لكم، غربلت لينا النخاله، حيدت منها غير داك التحليف الفوقاني اللي كيكون غليظ، ودابا غادي نحمروها وانا معاكم. هانتوما ديجا دابا دايراها في البوطه باش تحمر، هما معانا باش تشوفوا الطريقه كيفاش كتولي. يلا حطيتها دابا. غير هي كما قلت لكم خاصكم تداوموا عليها، انا نوريكم كل صباح كيفاش تاكلوها. وضروري البنات مورا ما تاكلوها، كتاكليها هي الاولى على الريق، مورا ما تاكليها ضروري من الماء تشربي عليها الماء، على الاقل على الاقل تشربي ديك الساعه نص سيترو، ومن بعد تبقاي تشربي في الماء مزيان نهار كامل. راه الماء مفيد جدا مع الوصفه ضروري، وكيخلي شنو نقول لك اللي عنده الامساك القبض، يعني اللي عنده القولون العصبي ما كتبقايش تحسي بيه. صحابه القولون العصبي انا دوزت معاناه معاه، اللي بغات مصران ما يبقاش منفوخ، كتعالج حتى المعده. غير جربوها وتفكروني راه غزاله، غترحموا لي على الوالدين. ولكن كما قلت لكم تبعوها تبعوها، و ضروري من الماء موراها. المهم انتما معايا بما تحمر ونرجع لكم. انتما دابا هي راه تحمرت، ما بقاتش في داك اللون ديالها اللي بدات كتحمر، حركي شويه باش تبان. كيف ما قلت لكم تحمر بحال كتحمروا في الدقيق ديال الدقيق البيض، ما يبقاش بحال كتحمروا في الفورص ديال السلو ملي كتبغوا تصاوبوا السلو. المهم هذا راه القمح كما قلت لكم البنات، اللي ديجا كيطيبوا الخبز ديال الدار راه ملي غطحنوا القمح راه تاخذوا منه النخاله ديالو، سينو راه كيتباع عند صحاب الطاحونه تاخذوا النخاله بوحده بيوها. غير جربوها وتفكروني راه غزاله الوصفه. المهم انا نوريكم الطريقه كيفاش كنستعملها مع دانون. اي دانون عندك تاخذها مع الصباح، هي كما قلت لكم على الريق هي الاولى، وضروري كناكد وكنعاود على الماء ضروري كنأكد ونعاود. ايوا خليكم معايا حتى نهايه الفيديو. ايوا صباح الخير، لقيتوني على الصباح غادي نصوب النخاله ديالي باش ناكلها. ايوا غادي ناخذ منها، ديرها هنايا
ندير عليها دانون. انا كندير معها حتى الشريحه مطحونه، كندير معها شي معلقه واحده. المهم انتما خليكم معايا نخلطها ونوريها لكم. انتما انا هنا درت هنايا كميره ناكل، درت 5 المعالق صغار وزدت عليها معلقه ديال الشريحه مطحونه. صافي غنزيد عليها دانون. ماشي بالضروره البنات بيرلي، ديري اي دانون عندك ديال درهم في 2 درهم اللي بغيتي. المهم انا ديما كنستعمل بيرلي حيت كنزيد في الوزن. المهم غادي نخلطو كما قلت لكم، تختاروا الدانون اللي كيوالمكم وما تنساوش الماء كما قلت لكم في الاخر. تاكلوا هذا الشيء وتشربوا عليه نص سيترو ديال الماء وتبقاو تشربوا النهار كامل الماء. الماء راه مزيان البنات ضروري منه. صافي هذا ما كان، غادي نخلطو بحال هكذا، نخلطو مزيان ونرجع لكم. هاهو البنات صافي خلطتو مزيان. المذاق ديالو راه كيجي بنين، بالعكس غادي يعجبكم حتى الوليدات اللي شويه صغار زعما يقدروا ياكلوا. كيجي بنين الدانون. المهم ما تدوش على صوتي على فئه الناس. هذا كما قلت لكم غير داوموا عليها، ضروري تاخذوا كل صباح على الريق ما تكونوا واكلين والو وتشربوا عليه الماء. كنعاود ناكد وتشربوا عليه الماء، تشربوا عليه الماء. غادي اللي عنده الاسهال اللي عنده القبض غادي يرحم ليا الوالدين، انتما غتفكروني. اللي عنده مشاكل في القولون العصبي ما كيبقاش داك الزيح ديال القولون العصبي. المصران الحمد لله كيولي لذيذ كما كنقولوا، كيولي سهل الامتصاص. مهم غير جربوها وتفكروني، غزاله ومفيده يعني ماشي شي حاجه كضر. انتما عارفين النخاله مفيده ديال الزرع. دانون ماشي شي حاجه اللي خايبه. تفكروني بها، كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وفيديو جاي ان شاء الله. شكرا.